السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي اخواني، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقه نقدم لكم وصفه بالنسبه للاخوات اللي عندهم المشكل ديال تاخر الدوره الشهريه. اذا كانت متاخره ولا مقاطعه المده طويله، هذه الوصفه هذه كتنزل الدوره الشهريه، ما عليكم غير تجربوها. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات امينه لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هاد الوصفة اختي غادي تستعمليها ملي تكوني متاكده بلي ما عندك حتى شي مشكل صحي، عاد باش غادي تستعمليها. دائما خاصنا نعرفوا السبب عاد باش نقلبوا على العلاج. هاد الوصفة هادي الا بغات تستعملها فتاة يعني بنت، خاصها دائما تعرف السبب علاش انقطعت عليها الدورة الشهرية، حيت كاين بزاف ديال الاسباب اللي تقدر تكون خطيرة لا قدر الله هي اللي كتؤدي لانقطاع الدورة الشهرية. حيت بالنسبة لهاد الوصفات ولا هاد المشروبات كنستعملوها حتى نكونوا متاكدين بلي ما عندنا حتى شي مشكل صحي. اما اذا كانت المراه متزوجه وبغات تستعمل هذه الوصفه هذه، اول حاجه خاصها تديرها ملي تنقطع عليها الدوره الشهريه هي انها تعمل تحليل باش تشوف واش حامله ولا لا، باش ما تاذيش الجنين ديالها لا قدر الله اذا كانت حامله. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه كما كتشوفوا معايا، اللي هي عباره على مشروب غادي نحتاجو راس معلقه صغيره من البذور ديال الحلبه، غادي نحتاجو راس معلقه صغيره من القرفه، ممكن اختي تستعملي حتى القرفه اعواد، عود واحد صغير من القرفه. في المكون الثالث غادي نحتاجو 6 اعواد من القرنفل يعني المسمار، وغادي نحتاجو شويه من خدنجال، هذا هو الشكل ديالو، غير جدا ولا عود صغير فقط فهو كافي. وغادي نحتاجو في المكون الرابع حبة حلاوة أو اليانسون، رأس معلقة صغيرة من حبة حلاوة كما كتشوفو معايا. كنتمنى تكون المكونات واضحة. هاد المقادير أختي غادي تعطينا جوج كيسان من هذا المشروب، غادي تشربي أختي الكأس الأول في الصباح والكأس الثاني في المساء. هاد المشروب غادي تبداي تشربيه ثلاثة الأيام الأولى قبل نزول الدورة الشهرية. إلا كنتي كتعرفي أختي وقت نزول الدورة الشهرية ديالك، غادي تخليها حتى تقرب الدورة الشهرية ديالك ثلاثة أيام، وغادي تبداي تشربي هاد المشروب هذا. بالنسبه لطريقه تحضير هذا المشروب، هي طريقه سهله بزاف، غادي تنطفي اختي بعدا هاد المكونات مزيان، وغادي تحترمي المقادير، وغادي تغلي اختي جوج كيسان كبار من الماء على النار، غادي توضعي هاد المكونات في الابريق. بالنسبه للمكون ديال الخدنجال، غادي تقطعي اختي القطع صغيره كما قلت لك في الاول، وغادي تضيفيه مع المكونات الاخرى. من غادي توضعي اختي هاد المكونات في الماء يكون غليان، غادي تخلي هاد المكونات واحد شويه، من بعد غادي تطفي عليه النار، هذاك الابريق ديالك خاصك اختي ما تغليش هاد المكونات على النار، غادي تطفي على الابريق ديالك وغادي تغطي وتخلي هاد المكونات هذه تقريبا مده ديال 5 دقائق حتى تطلق مزيان في الماء المغلى. بالنسبه لطريقه الاستعمال، ملي يولي هاد المشروب دافئ، غادي تاخذي اختي هاد المشروب ديالك في ثلاثه الايام الاولى قبل ما تنزل منك الدوره الشهريه، غادي تاخذي اختي كاس من هاد المشروب يكون دافئ، وغادي تضيفي عليه شويه من السكر ولا من عسل النحل الطبيعي على حسب داكشي اللي متوفر عندك. هاد المشروب اختي غادي ملي تشربي تبداي تستعملي، غادي تلاحظي العلامات ديال نزول الدوره الشهريه، غادي تحسي بالم الدوره الشهريه، ولا ما نزلت لكش الدوره اختي الشهريه بعد ما غادي تستعملي هذا المشروب لمده ديال 3 ايام قبل نزول الدوره الشهريه، غادي تعاودي اختي تحضري هذه الوصفه في الشهر الموالي. غادي تبداي تشربي عاوتاني هذا المشروب جوج مرات في اليوم، مره في الصباح ومره في المساء قبل النوم 3 الايام الاولى قبل نزول الدوره الشهريه. ملي غادي تبي اختي هذا المشروب بعدا، غادي تحاولي تدفي راسك مزيان وتحمي نفسك من البرد. كما شفتوا معايا اخواتي، هادو هما المكونات ديال هذا المشروب، هذا مشروب فعال وناجح بزاف، خاص غير ما يكونش عندك شي مشكل صحي. كما شفتي معايا، غادي نعطيكم انا غير مثال، هاد المكونات هادو غادي نوضعهم في واحد الكاس، وغادي نصب عليهم الماء المغلى. انت اختي غادي تحضري هاد المكونات ديالك في الابريق على هذا الشكل، راس معلقه صغيره من كل مكون. هما المكونات اللي غندير هنايا، كما قلت لكم اخواتي غادي تحضروا هذا المشروب هذا في الابريق، المقدار ديال جوج كيسان كبار مع هذه المكونات، هذا غير مثال. كما شفتوا هذه هي الوصفه ديال اليوم، كتجي على شكل المشروب. كنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه لاخواتي والاخوان اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.